عليكم السلام يا بابا، صباح الخير. Good morning. خلي تحت هذا تحت. خلي تحت. صباح الخير. كيف حالك؟ الحمد لله. متى بأي حفيظ؟ في 21 بالليل 1 o'clock. 1 o'clock. يعني still there is 10 days؟ لا بس 7 days back. 7 days. حياها الله. فاميلي زين؟ إيه. هذا حسن طالت أعماركم. خلينا احتياطنا حين يوم بي يوم بي تعبون حد بالأشياءات دار مكانه لكن ما شاء الله عليه غدا فلت تعلم الطباخ لي في الدنيا العود كلها. حسن نعم. كم سنة أنت فيه هني؟ 2 سنين. لكن تخرج رقم 1 حين ما شاء الله عليه، أول ابناء متدرب لمدة 6 شهور 8 شهور سنة ونص، صحي من 6 شهور ما شاء الله غدا طباخ رقم 1، لكن خذ مجهود، خذ مجهود كل يوم يخبز من يصبح لين يمسي، يطبخ من يصبح لين يمسي لين ختم. فالحين أنا طلعت أعماركم ما أعطيته ميشلان الواحد، أعطيته 2 ميشلان بالضبط، 2 ميشلان نجح. Thank you حسن. شو بتسوي اليوم حق بابا؟ هذا قاعد خلي الغداء يولي. هذا صبح؟ الصبح. صبح هذا خمير. هي. كبوز عراق. هذا باجلة. هذا مال كل يوم. أيوة. لا ما في كل يوم، وحيد اليوم وحيد ما. كل يوم تغير يعني. أيوة. لا لكن اليوم أنا شو يريد؟ أنت يريد هذا ناقاي. لا الحين اللي حينه أنت ما يعرف أنا شو يريد. لكن أنا ما يعرف. هي أنا أريد خنفروش. خنفروش؟ هي من يسوي خنفروش أول؟ هذا في سنة ما في خنفروش. والله؟ غرب اللهتك. غرب اللهتك يا حسن، شو هالمشكلة؟ أنا تحرك تعرف تسوي خنفروش؟ أنت ما قلت لي أول يعرف تسوي التعليم؟ لا بس ممكن أنا وعد اليوم شوف بس إن شاء الله حفيظي دي إن شاء الله تلي. ليش يا هنمونة يا حسن؟ زعلتني وأنا جايب إنك أتخقق بك الحين. حفيظي دي لازم يسوي تعليم، هذا واجد زين بس لازم كلش نفور جديد. هي والله واجد زين خنفروش، سويت تيست أنت؟ هي أنا سويت تيست وعد اليوم بس. نمبر 1؟ نمبر 1 هذا. اي والله كنت شايف هاي نمبر 1 انت ما تعرف تسوي الحين. نمبر 1. الله كريم الله كريم، متهلع على الخنفروش متهلع على الخنفروش. اي والله ما في ما شيء مشكله، احنا بيجيك انا بنسوي خنفروش بس في سجين ان شاء الله. الحين بنسوي انا بسوي. اوكي. انزين بنسوي شويه 3 بيضات. بس اوكي. 3 بيضات. وهذا طلعت اعماركم غداي اليوم. هذا راس الحناية، هذا راس الحناية بنسوي عليه مجبوس. شوفوا هالراس، ما حد عندنا في البيت بس روحي. غرب الله هذا الراس، شوفوا ما فيها لحم، هذا اللقرف ترى، هذا اللقرف لكن لا بد من الطباخ. أهل من العرب يقرضه يقرضها، شوفوا قرف حلم العرب يقرضه مقص، هذا يقرضونه. ها حفيظ نعم. هاي اللحم اللي هني ها ملتي قربها هني اللحمة يسمونها لحمة الفتش، تعال هنيها هذا منيها قرصة قرصة قرضة بمقراض. أيوه. هذا ها هذا ينشل تصير تغزر جدا اللحم هني في لحم هنيها نزيل مقص. ها هالنمونة أسر ما تي قرب العين، يا ويلك تقرب العين لزولك. زين لا ما في ما في هي هذا ما يسوي كات من هني. اوكي بس هذا شو من هني ها شوف هذا ما في لحم، هذا ما في لحم. ايوه اللحم هني ها ايوه ها شوف قرض من هني من هني ها هذا هني كله لحم، هذا هني كله لحم هني ها ايوه شوف اضرب بالمقص من هني بس هذه روح ابتي وياك. اوكي قطعه واحده هذه لا تي المقص لا تخلي السكين ها لا تخلي السكين تي فوق ولا تي عالي هنا. هاي سليته الراس هاي يخنت اللحم كامله من اول الطرف هذا لين العين هذا ها كلها سليته واحده ها تمزر بطن ريال كامل بلحيته. زين رب الله ما تعرف تسوي خنفروش ليش يا حسن؟ انزين سوي ريدي في طحين طحين هذا نمبر 1 انزين
ويريد 3 بيض بس، 3 بيض، شوي زعفران، شوي ماي ورد، شوي هيل. مشراخه هاي ماكينه مال اللي يجيب جديدها من السيف جاليري، ايوه قويه هاي. زين شفت كيف لمون واجد قوي؟ ايوه هي سوي ريدي انا اجي الحين. شكرا يا شكرا حسن، شكرا يا حسن، ثانك يو حسن. في شادي انت؟ لا يا مرحبا بشامبي، يا مرحبا بشامبي، متى يستوي ريدي هذا الشغل يا شامبي؟ والله انا شو نقدر نسوي؟ والله سام هاي روح هذا بيروح بيروح سبتي ما تجيب كل من زرعنا وحده. في كهرباء ما في كهرباء هذا لازم يطلع. لا تطلع هذا خلي ولي حيت احفر هناك، احفر هناك ما بلازم تحفر هني. في كهرباء ما يخصني عاد انا ما في كهرباء تصير تشوط ابنه ما مت في الحرب مع البلوش ستان هناك. كهرباء ما يمسك انا. ها؟ كهرباء ما يمسك. زين لا يمسك كهرباء. ما تمسك انت الكهرباء؟ لا. ليش؟ والله ما يمسك. انت غير عنا بهادم؟ ايه. جني؟ ايه جني. هذا لازم يطلع. لا. شو اخبارك؟ الحمد لله بابا. كل شيء زين؟ كله تمام. ما شاء الله عليك. روح شامبي روح بارك الله. ما شاء الله صباح صباح عندنا. هديتك. هذا شو سوي انت؟ انا اقول هذا جني سوي اللي هني اعطيته معي. حبيتني؟ شي بوس حق يدي اليوم؟ شي بوس بعد. بوس. انا اسوي حق لوي 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 من الكبار. يا بديت يحك ريحه ابوك. لا عليك الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يحفظ ان شاء الله عيالنا ويا المسلمين اجمعين. شوف اي حليل هالحليل اي عروق اي عروق بتروم تصير بتحت هالدنيا. لا اله الا الله. يبل يبل هي سر سر. روح روح شامبي روح روح ما شاء الله عليك. ها 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 ليظهر لنا كنز. روح شامبي ايه هذه يسمونها يقولون عتله. هذه العتله وشيء هيب وشيء وشيء عده مسميات لهم. هيب وعتله عتله وهيب و يا ربي ما بتذكر اساميها من سنين. روح روح ما شاء الله عليك. روح 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 شامبي روح روح عين الله ترعاك. روح روح ما شاء الله عليك. روح ايه شوف شوف يضرب هني لو عروق هني ابوك من اسيام وايرات تصب عليه حل بريك ما لا ما يذوب. روح ما شاء روح شام ما شاء ايه ايه شوف تحت خرسانه لها ما يخوز هذا ما بيخوز بيخوز ايه شام بيه هذا. الله اكبر هذا بقايا المقاول الاولي. استغفر الله لو بدعي يعني شو عيزنا ونحن ننظف من تحته من عقبه. اي والله عيزنا ونحن ننظف غرب الله ما تشوفه هي ايه كنز كنز كنز. عم يظهر صندوق ممزور بيزات ما نبي بيزات بيزات اكيد منتهيات. بيزات وين بتوديهم وين وين جايات انك هاي. لا 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 ما نبي بيزات نبي شيء نبي شيء شي فنان. شو ما شيء فنان شرات البيزات ولا يا جماعة الخير ما شيء يفرحك شرات البيزات. بيزات هني ردنا الروح. هي والله تضرب شيء ولا شيء ولأن صندوق صندوق. أول شيء أول بادي تظهر العروة اللي فوق. شو هذا؟ هذه عروة حليان. قال حليان ولا شيات. أظهروا الصندوق ولأن بوي صندوق منيم وما فتشيناه ولأن في قفل بعد حليان نشينا فتشينا بعد اللي من غير ولأن تشيس نايلون داخل ولأن تشيس نايلون ما يراز رصاص تحرم كنوز. يوم طالعوا التشيس ولأن أبوي كله جواهر جواهر بميع الذهبان طبلة مرية وشغاب ومنيم ما في شيء في الدنيا ما بموجود في آخر الصندوق. الحين طالت عمالكم يصير متر تحت من يصير متر شرت هذا حطه وطالت عمالكم الرمل حمر. ها هنا قال هي ابو ضمان وفاتن نبصوا الساعه 5 موجوده قهيمه الصبح الساعه 5 يلا صباح خير. ها
هنا قام بعد هذا هالرمل الحمر مال العين. حطيت عمارك بنحط في الحفاير 50%، وعقب 25% بعد من الرمل الحمر خلطه ويا بتمس ويا كمبوس ويا سماد يونيتين وبرلايت، ونصب عليه ماء ونجلبه ونخليه لين على الأقل أسبوع 10 أيام، وعقب طالت عماركم نحط الزراعة الجديدة اللي بنحطها نحن، هاي اللي بنحطها هذا المكان كل حق المتسلقات. هاي حطينا كم وحدة خاطرية زرع ياسمين الحباي، لكن زرعنا أكثر عن وحدة كلهن يحترقن يموتن من الشمس. أبغي نوع من اللي ما يحترق، أبغي نوع من اللي هذا الياسمين الهندي معيد هذا ما شاء الله عليه. لكن طالت عماركم هاي المشكلة حين نحن عندنا الياسمين الحباي هذا السوري أو العراقي، كل من زرعت وحدة ماتت يموت، ما يقهر الشمس ما يقهر الشمس ما يقهر الشمس، ينبه رهيه ميداني الحرورة، ينبه رهيه ميداني الحرورة. هي والله ما يقهر ما يقهر ما يقهر. هاي كم أخلي بعد شلها نسوي حفيرة حتى نسويها. لا والله هي مستوي فقيرة زينة. يصليح حمام وتتيود عمرك لين مرة بتندحق؟ حد من العرب غير نمونة ما يزعب ما يبقى يوم بي الإنسان بيبتدي حسب رياشة المسار الحمام، وحد من العرب لا يود عمره لين مرة بيندحق زير بسرت ولقط حد قدامك. والله العظيم أنا قال لكم بنسوي لكم خنفروش، وحين متعايزة متسبح متروح متدخل متعطل وين في يا أخي يسألني في المطابخ الصهاوي. كان عندنا طالت عماركم نحن على اليوتيوب، بشيلها بحط لكم وانتو عادة على هواكم. وحب نسوي بعد كم من قرص خنفروش حق محمد عثمان. الساعة كم جاي؟ الساعة 7 يا السنة. عاد تدري شان بيتي وقال سواه؟ اصور. قال يعرف منو داخل؟ عاد انا ادري بكنا داخل. قال لي محمد عثمان في واحد نفر بعد معاه. قال لي بلا هم. قال الساعة 5 الصبح يجي. 5؟ بلا من الساعة 7. زين محمد عثمان تجي ام تهلع عليه؟ بيض الطماط. يا سوونه كنا. والله؟ ما خليتولي؟ ما تعرف الشغالة. هي. جيت لك سقطت مرضى بسوقي وحق الريال بعد مرضى منا. وصلاح. وقلتوا يا حبيب النبي. ايه. المهم ما تم لي شيء. ما تم شيء. لا حول ولا قوة. ايه. شلتي والله تم لك ساعة. شلتي. باجلة لي والله. اللي حصل باجلة. لا بالبيض. ولا بالطبع هذا خميرها. يا مرحبا ابو عثمان. الا محلى الا خمير الا باجلة. وين عصيده وين خبيصه؟ هاي يسوون هالفوايل محمد يوم حب بيجي. ما حد عن ترى من الصبح ياكل خبيص. انا بطنه خاص من هذا ما يهمك اللي تباب يخدمونه. بك عاد حق محمد حق صلاح. الو بك لا لا هي بعقل جوتي. يا مرحبا صليح. بحر بكرة الجمعة. أكو أبويا. لعائلتي. زين. ما يهمك. ذكياي جداي صلاح. أيوة بس زين. معارس اليوم بيتقوم طاها اليوم عرس عندهم. قولي عرس اليوم. هي عرس اليوم. ها؟ يا مرحبا اليوم بس يوم واحد خصوص يعني حق العائلة يعني. بس نسوي مريء يوم أنا محد مريقة موجود ها؟ كيف؟ أقول لكم أنا محد هي المريقة موجود الاتشسي موجود مال غزال موجود يوم أنا إيه هنا هكذا ترى توصف النسات أنت تقول نقوم شلو عنا ولا شيء. لا تضحك. تفضل. شو هذا؟ هذا الشريح اللي تشوفه ايه؟ وزام في عينك هذا. هذا حتى شيء ما تبى منه؟ هذا يلود. هذا عدلي موجود.
ما يكفيني انا هذا. ما هو حق العرس؟ ايه ما جبت هدوم؟ بيت شو الفايده؟ شو الفايده يعني نحن بنسي العرس؟ العصر العرس نحن بنظهر الساعه 1 ايه دبي؟ لا نظهر عندنا اعلان اعلان ايه بنسير لا عندنا اعلان مشترك انا ومحمد البادر صح علي خلص بسيب من فوق لين فوق المعاريس ايه هي وين الاعلان في دبي؟ لا لا ابو ظبي ابو ظبي ايه ايه والعرس؟ العرس ابو ظبي ايه تحيات عبد الجليل فهيم خبر الحين بني ما خلي وين البشت مالك؟ كتبته البشت لازم بشت وعصا هي تريد مني في فلفل خدمي ماشي ماشي هذا ريوقي انا طلعت اعماركم باجل له اليوم ها هير اد كمون ليمون فلفل اسود شوي لا لا ما اريد فلفل اسود كمون ليمون ايه هذا طلعت اعماركم هم مستعيب من اللي يبون من الباجل له ولا يقولوا لك كم الخبر ان شاء الله الحين الحين احس بعد علي اما الباجل ما شاء الله شو ايش قال عندك ضوي له سلام كيف حالك الحين صراحه اليوم عنده عرس زين وليش ما يبتوا له كندوره وبشت وحزه وكعب موجود هي كندوره في البس كنت عبت من الحين حق العصر عرس عرس بيون شيوخ بيون انا موجود هنا شيء سبير ايوه سبحان الله الباجله من التعصر عليه قطره لوميه وتحط عليه الكمون ابدا يعتزل سبحان الله غدي ما روحه والحتال روح اشوفه بدقيقة واحدة لا اله الا الله هذا طلعت عماركم بروتين بروتين ريج يجيب العافية شو محمد ها شو بلاك اصب لي فلفلين بالطعم الحين ما صبح عندك انت ما طعمت يعني كل شيء عندي انا انت تبه من هاك الشريح اعطيناك صح وعندك بيض طماط وكلت وبيتكم متريج ومتجهوي وياي الحين انت لي قلبك صلاح سويت انت مال كمون مال شو اسمه شويه قطره فلفل لا ها سووا زقريم زقريم من الحنايه لا ما ابي خدم الحنايتي ما لا مالي قطره ما بيهون علي مالي انا هذا شو يوم اقول لكم يعتزلها سبحان الله لد له الدنيا كلها خلت يم الحناية لا يعورني بطني هي شو تحرنت هذا هي باجع ما يخلي شيء ما يبين هي شريح طالعني في التليفون طالعني في التليفون كل شيء أنا آكله منه يبين منه هي والله لد له الدنيا كلها ما يجي بابا ما يجي والله إني يجيب العافية يجيب العافية صلحت بها؟ لا لا ما جيت بها قال له ما تقول قال له ما تقول يوم شو يخص البحر؟ ها ميك ووتر باجله تو باول ون فور صلاح ون فور مستر محمد عثمان طالع يا الحين انت على هالزج كله بخشيش ما تعطيها؟ هذا حلال وما حلال بيصير حق الحلال يبقى خلاص ها سيري 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 بس صلاح يقول ابا ايام يقول شو ايه ما يبقى ما يصبر حبي منهل بنعمل سبيعة بنسوي لك زين لا اله الا الله محمد تبشاي غاوي شاي محمد ايه قاوي شاي اي ثلاث اربع نمونات يخلطونهم ضربه محمد اي والله شاي احمد وشاي ما ادري منو شاي شامبي شاي ازرائيل اشو حلو ما شاء الله تبارك الله النمون ها انا ليش لا تغدى عندي بنسوي مجموعة الحين بيصير الدليفري بيجيبك يوم بتغدى من وقت لا تنام بنتغدى عندنا اعلان عقاري حتى الجمعة بسي اليوم في الليل في الجمعة اي بحب اصبر انت لا تستعير بنسير اول شيء خلص التغطيه انت انا وانت جينا البادع ها بنسير نخلص التغطيه وخلاص بنسير طال عمرك عرس بيت في بيت عبد الجليل زين اي نسيت احط لكم انا الكرت هاي حفيده عبد الجليل
هذا كرت الدعوة طالت أعماركم. يسر يسر لنا دعوتكم لحضور الحفل المقام بمناسبة زواج الشيخ عمر بن عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي على كريمة الشيخ الحسن بن علي بن راشد النعيمي، وذلك في يوم الخميس اللي هو اليوم الموافق 14/11/2024 بعد صلاة العصر في مجلس أبناء عبد الجليل البطين أبو ظبي. دامت دياركم عاملة بالأفراح. اليوم هذا طالت أعماركم للعرس إن شاء الله. بنسير عدل أنا وصلاح. أنا أقول الحين أسير، لكن المشكلة طالت أعماركم مشكلتي أنا. أقول بسير مزهب عمري، أمس بسير عرس المزاري عرس قبل القطري وخلاني وأحبابي الله بارك لهم، لكن شو أسوي ما بلي دحيل. كانت عندنا ما شفتوا كنا عندنا معرض مجوهرات وهي، لكن من قبل متفق وياهم ومخلص، والافتتاح الساعة 4 العصر لين خلصنا الساعة 7 تخلص أول معاريس. شو بيديم الحين؟ حطينا الكرت مالهم، واليوم حينا عرس شيوخ وبنحط الكرت مالهم، ومسوين حفل عائلي، يعني مسوين أبناء حياة عبد الجليل بيت حياة عبد الجليل مسوين حفل عائلي للعائلة، وإن شاء الله أنه بنحضر. زي صلاح؟ ايه بسير العرس؟ ايه اليوم بنسيب ها؟ قالوا مالك كل يوم؟ هذا كل يوم؟ انا بسالك، ما قلت يوم كذي، قلت لي بسالك دكتور راسي اورني ولا شيء ببدوى الا من عرس لين معارض لين معارض يا غير، بس الدختار بعث ما راسي اورني ولا الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، ولا تبارك بتعورني الركب ولا ظهري. ربي يا محمد بتوحاني، ما بتوحاك انا لا، بس اقول لك لا ما شاء الله ما تصير بس ما بس يدختر وياي ويعطوني حبوب ولا شيء ولا غيره ولا راسي عبوني برق ثلاثيني ثلاثيني من الفجر، وتعالي الفجر انت رقالك الساعة الفجر متى ترقد؟ متى تدش؟ متى توقع؟ متى تصحي؟ حشي يا ابوك سلم عليكم عبد الله الباحة هذا اللي من تركيا. وصلت؟ وصلت البارحة. الله يسلمها. جيت ابوي بشدها وعدها وصلت ابوي مسكت. بعد؟ يا ليلك انت في راس سبعة حبة ما طحن. اول بادي صار مسكت. مسكت. بتجلس يومين ثلاثة. وبترد ابوي بتي خلاف. الله. هي شو التحرى انت؟ ويتحمى وياها بغير ما ادري شو ياها مليون عوق ياها، لانك الجو لا تغير الجو، هي لا لا ما غير تغير الجو الا اخر يوم، يوم هي قفار في القفار تغير الجو. نعم وهضلت سبحان الله، مايت ما وصلت دبي. ها دبي؟ هي دبي ما وصلت لان اللي يشتغلون البيت يشتغلون يعدلون يمكن يفرشون يفرشون الحوله حين الحوله عندهم بلاك انت بلاك محتشم الكلام ابا يلا وايد وايد كلام وايد كلام في وايد كلام وايد كلام من هو انا ولا هو اول انا اول إيه؟ انا ايه اخوك تكلم وايد ما تكلم قزاد حاسدني كنت سيب سيب يقول هو صوت وايد صوتكم مزعج وين البشت مالك خالد شيء شيء البشت موجود والعصا موجوده والخنيار موجود ابابك 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 ايه محمد عثمان يابا والمدخن تم المدخن هناك كل شيء يتذكره والله ما ينسى شيء. قال يابا المدخن ما روحنا لريحه شلون الساعه يا استاذ تفضل بسم الله ها شو يقول لك حبيبي اكو مزكي متى ها ما يداني يدخن ان شاء الله حبيبي ما يداني يدخن اي ما يداني يا مرحبا ابو عثمان الله يحييك ابرك مليان يعطيك العافيه ابو عثمان يعطيك العافيه اقول لك هذا خافروش لمسي هي العقيلي العقيلي عليك نور انت عطنا المدخن عاد عطنا بنتدخن صبر زين احنا ما تدخلنا عشان نرمس
شوتوا لا قطر عليكم ولا دي ولا شيء. المهم ما بسوي عديلي برود الدنيا برود الدم في الدنيا كله فيه بسوي عديلي بسوي منو الإمام عبد الله ويجي ويجي ما شاء الله بسوي عديلي هي ويا أبو هي منو بسوينا عثمان من زين يا العيال عندهم يا سيد البيت هي ها منو الأول منو الثاني قالوا خالدي رقم واحد عقيلي هي ومال البحرين يا ابن الريال هي أبو محمد عبد الغني محمد عبد الغني هي الثاني ومال سنت الثالث رقم ثلاثة شير مو رقم ثلاثة وتحفل مين ما بس ما شيء صدقها عثمان عثمان محمانا مهر له بهذا أدي شو خلت تواجب خل برايي حشرتني حياس ريالي أربس الكلام ها وها ليش عاد أمك سوي واسات لا لا خلاص ما برابس زين ترى من زعج منا قلت أنا ما أكلته لكن سوي يوم واحد وبطاع بكي بنحكم بنحكم إيه أنت الأول عاك الثاني الثالث وغيره أنا ما أكلته حياك موجودين يكونوا رقم ثلاثة ونقمكم إيه أحد حلفة مين ما سيمر الثاني لا لا تستغفري سوي وأنا بحكم بالله لا لا حول الله قوة بخلي تسوي وتحكم بعد ما يهمك ايه العقيلي ايه ايه احنا الحين بس اليوم بطع خم فروش ايه بوني ناوي ما اسوي الحين لجل خاطرك زين بسي بضرب بشرة ثلاث بيضات ايه اسوي خم فروش احب نحط لكم الطريقة والمكونات بنظهرها من اليوتيوب اللي بعد يدخل قناتنا على اليوتيوب ويدخل بيشوف شوفوا بحط لكم انا الرابط مال اليوتيوب مالي رابط اليوتيوب فيه اليوميات مثل اليوم هذا من نصبح لنمسي آخر اليوم عندي مكتب ينزلون مكتب اسمه مكتب الخالدي للإعلانات الرقمية هذا طبعا اختصاصهم من أحد اختصاصاتهم أن يسوون داونلود لليوميات بحط يعديهم في الليل حطوه الرابط هذا حطوه على القناة اليوم بيوم كل يوم رابط كل يوم رابط كل يوم رابط كل يوم يوم شيء ساعتين يوم ثلاث ساعات ويوم أربع ويوم ساعة ويوم نص ساعة وعلى هالمنوال من ابتدى السناب لليوم من ثمان سنين السنة 360 يوم حسبوا عادة الحسبة عندكم أنتم كل يوم كل من طباخ من نفاخ من مناسبات من سيرات من ييات من دكتور من زيد من عبيد من فلان من كل هذا مقنن ومحطوط اليوم بيومه نفس اليوزر نيم مال السناب شات نفسه هو على الانستغرام هو على اليوتيوب هو على تويتر هو على كل ال هاي ما لها في القنوات زينة بنحط لكم الرابط حينه وقابل عقبة بننزل لكم الحلقة مالت الخم فروش أنا خم سنيان تفضل خلي شو اسمه دري طباخ حسين خلي حسن يجيب السمك المتشي شو حبيبي شو ها شوف شو 11 زين تبوي هو بادي زين ما باقي زين اصبر علينا شويه اصبر شوف شوف مقلوب شو محمد شوف هذا الراس راس حنايه شو غير الراس بعد بس هذا هذا يوم اللي الراس ما بتغدى عندك ليش هذا كفايه لك انت هذا كله حطه بالنياي بس ما نزلت ما خلي تحت ها حلو محمد انت بتروح تاكل هذا كله؟ اي روح يا بكل انزين انت نص الراس وانا النص لا لا ليش؟ هذا شو غير هالقنقوح فيه؟ هب قنقوح هني ها كله لحم محمد ارفع فوق هذا ها هذا حم محمد هذا عندك شحمة العين وهذا عندك سيليتة الظهر وهذا البطين لا 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 حطب زيادة ما شيء زيادة هاي محمد نحن هاي اظهرنا اليوم الراس انا ويا ضيف تقدر بيتنا تقدر بس ابوي ما يبغى ثلاثتين جات لنا من قطر من البحرين زين حتى نعطيكم كم من حبه اسوي لنا هالزفت هالراس الو تبغى ابو مبارك يروح علينا عايق
كم عيش بسوي؟ هذا؟ هي. كم عيش؟ عيش وان هاف. وان اند هاف، عيش النثري. ايوه. انزين. وانتم حق البشاشة شو مسوين؟ دياي. امس؟ حق النفرات. عندنا نفرات في دياي. ايه الداخل؟ داخل فيها سمك مدبوس امس في هذا الصالون. هي شيء صالونة لحم من امس. لحم؟ هي. خلاص ما لمس ما لمس. ما فيها لحم خضراء بس عامة. انت تو تقوم تسوي غداكم في البيت. ايه بقولهم. شو بتقولهم؟ اقول اسوي غداء. قول والله. طب زين خلي اسوي صافي جلوا لك صافي؟ ايه زين زين. زين ايه. شيء سمك ما مقلى؟ ايه في هذا سمك في هذا من هالبيت. ايه. قبيلك خلاص صار خلاص ايش جاي يبعث لا سير وتغدوا بيتكم طيب ها شو بلاك الحين سير ود بيت فاطمه لا لا بدوم ما عليهم بيجيبك بيصير يجيب الهدوم ما بينسى يلا سر اول شيء ود صلاح انت ويجيب جاي وعقب بنرمس يلا شغل السياره قبل شغل كديش أخبريه يقول بابا ما يتغدى يتغدى بيت بابا خالد إيه يقول الرجال وبابا يتغدى برا تخلي يبو غداكم بتحطه على دار غدانا إيه؟ بيتكود الغدية يا الله ألو خلي يبون غداكم إيه 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 غدانا غداكم إن شاء الله ما شاء الله ألو خلي حسين إيه يا ربي صلاح يعني ياسين صور الو نصور الحين نحن كل الحس الحين ظهر نحن عندنا ما بسكر حط بقدر ليش تحط السبيكر تحط التليفون عدنيك انت ما زين بابا نسيت خلاص عاد الحين ظهر الحس زين خلاص ما دام نسوي في صالون مال البارحه اي وفي مسوي هذا شو بسوي راسها مجبوس مجبوس اي زين غدانا الساعة واحدة اليوم واحدة إلا ربع إن شاء الله لا تقول ساعتين وثلاثة لا الحين الحين غدا الساعة واحدة لازم نكون برا 12 ونص بنغرف اليوم زين زين ها ألو بصراحة. ولا أنا بكبري بسير المطبخ والله ياسا أخدم لك محمد عليكم ياسا أخدم لك والله محمد خنفور وش زين بعدين ياسا سوي توعي لنا وخلب ذهبنا تعال عادي تعال تعال انت حشرت العرب تعال تعال اخ عليك شو هالكلام قلت هذا محمد يبي هذا ها يبي يا هني ها هذا هني عند راوي محمد هني خوذ الطاوله انت لا لا حق الطاوله لا محمد حق يرونك اياه طالع بعينك لا تخيس محمد هذا لا والله محمد محمد حط ياك علي هيدي هيدي محمد ها هذا مال التين انا بالتين تنين محمد هذا فحل محمد على اثنين وثلاثة هيب والله يا محمد قسم بالله العظيم والله يعني على اثنين وثلاثة نحن بنبادلك من هذا التيس هذا التيس افريقي محمد منه تعطينا ثلاث ذبايح ثلاث هي والله يا محمد ليش لا خلي تنين عن الله تصيرك انت ثلاث تنين محمد ابدا تعرف فرويه ويه اها شوف ها شوفه طالع ضروسه ما توه موجود هذا البيك اب هنا موجود انت بحب هي بيك اب اثنين ثلاثه ها شوف 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 الضروس ها ما شاء الله ها ما بيك اب صغير صغير محمد والله محمد بالثلاثه نحن اللي عندنا محمد ما يقهرن ما فيهن على بطونهن صغار ولا فيهن على تاومن يبناها صيف تيس افريقي من الصغار غزم بتخرب عندي مره ما تصرف لا والله محمد عشان لا لا ما انا عندي هذا التيس بتبادلني بذبي ثلاث ذبايح زين عزيز شو عيل عندي حضرات جسمي مخليك بحق عايض انا ما خصني في عايض لا تدخل لي عايض في الموضوع محمد طالع بس خلي انت هذا عن منكرت ما ايه لا 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 ما في فوق ما في فوق خل بس تحت ها ها طالع طالع وتفحص طالع ثمه طالع ضروسه هذا انسان الشاب مطوى ما شاء الله محمد محمد شو احي قلت بدل بدل ما عندي بدل بدل شو بدل بدل ما في ما في شيء ولا في شيء من العيون
ما في محمد خاف من الله. شو حينه؟ شو ما فينا ردينا ما بنظهر مره ثانيه. بين بينك مزرعتك. لا انا ما خص ما ادري عنك الرمسه. سمعنا نحن من هالرمسه نحن بالفعل نحن الحين هذا الكيس بتبادل. ما عليك بعد بسوي بس محمد احب اتبادل. احلي عنده هي ثاني دبل صخله من عندي انا خبرك حينه لانها لا بغير بيبذر عياله كلهم بغذاء افريقيات يبذر. يا الله اكبر والله يودي الزرب عندي ولا يودي بخلي خاري مربوط بيدري وكيش له احي دريبل موجود وسيائر وموجودات. محمد شو هالينان انت محمد اي ودي 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 ها انا بودي خليفه 1000 200 درهم بخليه ما يبه يخسر بترول يجيب سيارة بدال البيك اب عنده 3 بيكابات. والله يا جماعه الخير لا حمدا ولا شكورا اي ترقرق ويظهر محمل يعني ما تتقال شكرا. ها لا بنتين والله بابا انا مين ركب سياره من سلام. لا 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 اي حر لا 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 ما عليه اقول لك ما صلاح بعدين بودي الحين محمد خلص محمد ردوا ما بيظهرونه. حضرت فخامة سيدي قايد الريم أمير دولة ضافيات اللثامي سيادة اللي ليه مشى ينقض الديم ومن دون ما استسقى يجود الغمامي عليك زي المترفات المناعيم ثوب الزري ثبت عليه الحزام محلى الشواهد في روايب مباريب مزينات بالعقيق التهامي والسيهمي في نحرك المترف يهيم من صوغ بالنوري صوغ الجدامي غرمت في قلوب المحبين تغريم يا من على الخفرات ماخذ وسام. والبادع من يشوف محمد عثمان ما بيحترج ما بيصير ري بس ما تغدى بيتغدى ويصير انت هذا الغداء الغداء ما يبغى غداء هذا غداء على طلعت عماركم مسوين هالفوق مجبوس. ها تعال يسدك ولا ما يسدك؟ ها لا تقول بعد شويونه هذا المطاميط والمالت الحمت الفج والاصطار والقارب وسليته الراس والعين روحها. هاي العين روحها محمد تسد 4 انفار يا الله هي عين حوت عينها. كلنا طالت عماركم فندق ركسز لكن عقب الحشر وبعشر كذا ابتدت الدنيا وعالم على ما تشوفونها يوم من ايام الحشر. نحن في فندق ركسز في العاصمه الحبيبه ابو ظبي الجميله خالد عبد الكريم رهيب شحارف السمي كيف انت؟ يا مرحبا. نبأ باختصار التحفيات والسلامات خلاص بلزوز زين نبأ طال عمرك شو هذا الحفل اللي نحن فيه؟ طال عمرك انطلاق مشروع ريفاج مشروع عطاري في جزيرة الريم والحمد لله اليوم فتحنا البيع مثل ما شاء الله. المشروع عبارة عن شو؟ سكن عطاري وفيه بعض الخدمات للحوار المستثمرين والحمد لله شيء يليق باسمه. وين بيكون المشروع؟ جزيرة الريم قريبة مستشفى الريم وعدة على مدرسة الرتم عدة على مدارس المستشفى. مشروع متكامل يعني؟ كل شيء ساكن منو ناخذ تفاصيل من الحين؟ الحين ما بقدر اسوي خالد الحين نحن دخلنا على اللوادم لا هد ولا هدى. نعم. نبل البطاقة التعريفية عن خالد الفهيم. أنا طال عمرك خالد عبد الكريم الفهيم رئيس مجلس إدارة شركة أراضي. إحنا بيننا وبين شركة ديار شراكة في هذا المشروع. وهذا أول مشروع لديار في أبو ظبي. نعم. أول مشروع لنا كشركة أراضي العقارية. وإن شاء الله بيكون في بعد مشاريع قادمة قريبا.
ميسر موركم حفظكم مشكور الله يبارك فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللي تشوفون العالم هاي الخلوق كلها هاي طلعت عماركم ما بيايين يتفرجون هيايين يحجزون. شوف العالم اللي هناك شطارة الطيور برزاقها العالم أبوي هالجايين للحجز مب المطالع أو للاكتشاف لأن الموضوع طالة أعماركم يعتمد على الاسم اسم ديار وجد في العاصمة أبوظبي هذا أول مشروع لهم في وين في جزيرة الريم فلذلك يختلف من أن الديار يقومون بشروع داخل في دبي أو في أي إمارة يختلف من وجودهم في العاصمة أبوظبي فلذلك داخلين وبقوة وداخلين وهم في عزم أن تكون هذه الانطلاقة والانطلاقة طالت عمركم في كل أوقاتها الإنسان يوم يبتدي يمل ويهه ويمل عمره بالشيء القوي فلذلك ابتدوا في هذا المشروع القوي فلذلك بتكون داية قوية أبوظبي ما يدوم فيها إلا القوي ضعيف ما له كرت الضعيف اللي شغله والله هنه ما تقوم لقيامه في العاصمة اللي شغله قوي ويستمر في القوة ويستمر في الأداء الجميل وفي الرقي وفي انتقاء المواقع هذا يتم ذبة الحياة في شبد السماء يتم نجم لامع فلذلك هذا النجم اللامع طالت عماركم هو ديار في شنتي العاصمة أبوظبي وهذا أول مشاريعها نخبركم عن علومة كلها مجرد اختيار ديار لموقع في جزيرة الريم وحصولهم على هالموقع المميز هذا معناته قمة الفخامة انت مثل ما تعرفون جزيرة الريم ما فيها حتى موطة قدم فاضي موطة قدم انك انت تقدر تبني فيه ولا تسوي فيه فليكون للديار قطعة ارض بهالطريقة وبهالحجم فهذا روحه انجاز وايد عظيم فحظيظين بهالموقع الجميل المميز في جزيرة الريم جزيرة الريم مثل ما تعرفون جزيرة يحوط بها البحر من كل الأطراف موقعها كجزيرة استراتيجي من حيث قربها من الميناء قربها جسر كامل يوديك لين دبي جسر كامل يدخل لين جدة السعديات مربوطة بعدة جزر يعني بسوي لها ربط أخطبوطي شفتوا أذرع الأخطبوط هالنمونة فلذلك ما شاء الله كبريات الجامعات كبريات المستشفيات المعاهد الدراسية الكليات كل الأشياء الحيوية المهمة أكبر المدارس توجد على وجه دولة الإمارات على أراضيها وعراقتها وأساميها كلها موجودة في جزيرة الريم وهذا المشروع طالت عماركم بشيركم هذا كنت صار أكثر عن 80 إلى 85 بالمية منه فحين اللي خذ واللي ما خذ باقي شيء بسيط لا يذكر والوحدات طالت عماركم شيء من غرفة وصالة وتساير لين شيء اللي فوق هاللي تشوفونهن هاي القصور طايرة فوق هاي قصور بنت هاوس أول مرة توجد بهالطريقة يوجد كذا مبنى على كرنيش أبوظبي لكن في جزيرة الريم يوجد مبنى أو مبنيين بهالحجم عارف إيناس لو تشتغل في الأدية سكرتيرة عبد الجبار الصايغ كانت سلسة وفنانة اسمها إيناس وسمعت بعد وحدة إيناس الدغيدي أظني مخرجة في مصر واليوم طالت عماركم عندنا الأخ العزيز إيناس سعيدة كيف حالك إيناس؟ الحمد لله إيناس من هالوين أنت؟ أنا من المغرب والله مرحبا إيناس شو اللي يميز المشروع؟ خبريني مشروع هذا الطويل العريض أريد أعرف شيء ما بكل حد يعرفه فأول شيء يتميز به المشروع هو الموقع يعني موقع المشروع على الواجهة البحرية في الواجهة المائية في جزيرة الريم نعم. مشروع يعني طبيعة خلابة بأشجار المانغروف تقريبا 30 مرفق متميز في مثلا في الدور الأول هو مخصص للعائلات في صالات رياضية متميزة ويعني و مثلا كذلك يعني في الطابق الثالث تلاحظ معايا في انفينيتي بول يعني مسبح متناهي في خدمات حتى يعني علاجيه ولا ثيرابيز
في صالة متخصصة في المعالجة الفيزيائية والطبيعية بمياه المالحة. نعم هذا كله في هذا المشروع. حطوا في بالكم شوفوا المشروع الهدف الرئيسي فيه فخامة، مش سكن وبس، فخامة جميع الخدمات. وهذا كله في وين؟ في جزيرة الريم. جزيرة الريم طالت عماركم هاي من أهم الجزر. لذلك هذا النداء أنا أوجهه للجماعة اللي في البحرين، اللي في الكويت، اللي في عمان، اللي في قطر، اللي في السعودية، اللي في كل دول مجلس التعاون. ضروري التملك. أما هذا طارة الطيور برزاقها حين اللي بيلحق يمكن يلحق على شيء بسيط ولا ما يلحق، لكن هذا نداء للي يدورون التميز. بدل ما تي وتجلس تعزب عمرك في فندق لين فندق، أنت في العاصمة، عاصمة الفلاح يا أبو ظبي. وجود عقار خاص فيك إن كان لك ولا تخليه مضافة بي خالك من عمك بتي حرمك بيون العيال بيون البنات بيون الأنساب، لأن عندك مكتب، عندك مكان تسير وتي عليه. وفي وين؟ في جزيرة الريم. منظر فيو يلف بك الدنيا هذه كلها، تاخذ أحدى من هالأدوار ولأنك تشوف الدنيا كلها دور ما دارت، من مولات، من مستشفيات، من فنادق، تشوف بضبي وكبرها. جزيرة الريم دور ما دارها يميع الجزر، يميع الجزر الصغار والكبار. أنت في أجملهن حاليا، وباللي بنية تحتية متكاملة، من مدارس، من مستشفيات، من جامعات، من حدائق، من مولات، من مولات، من أهم المولات اللي قلنا مول الجاليريا. هذا جاليريا مول 7 ستار، وحيد 7 ستار على مستوى العالم. حطوا تحت هالكلمة لكتوا 600 خط. رخامة ميوب من إيطاليا، من أفخر أنواع الرخام. هذا قطعة وحدة اللي خبرتكم عنها، عن بس الجاليريا. ما بارك الأبنية اللي من قيل أرصبت الشوارع في جزيرة الريم من جرانيت. الرخام لاعب العايبة، الإنارة، الحدائق، التشجير، يعني الدنيا الموجودة في جزيرة الريم. ما لذلك اللي بياخذ شيء اسمه فخامة في العاصمة. أول مرة بحياتي أوصل حق تغطية مشروع القطب ويتر بتاع الثلهيب البادع. حبك فكت سامان ديقة طارت الطيور بلزاقها. أنا عبالنا رواهنا طالع الأم اللي عرب يوم من الصبح وخلصوا يا أبو من حيث دراني لا ونحن ونا مشاهدين محمد عثمان حين وبعد شوي، لكن باقي شيء بسيط حق الغداء. لا العقار ما ظني. لا والله والله قالوا لي خالص هو الاستفسار مش غلط. نحن لدرجة حتى لا بنحط لكم لا رقم تليفون ولا رقم تواصل. ما يبون تحط فين الربع طارت الطيور. شو أنت المشروع وين؟ شو مكانه؟ شوفوا في نص جزيرة الريم دور ما دار بحر.
شوفوا ديباج عبارة عن قلعة. قال شوفوا ها وين بيتم هذا؟ سمعني ابو محمد ريفاج كل ما تحتاج هي موجود والله. موجود طارت الطيارة طارت الطيارة اشتري ابو محمد لينك انت طارت الطيور برزاقها وهذا صارت عماركم وعلي محمد البادع وهذا خالد محمد خالدي طلب ينا مطعم في البطيط واليوم عليه هدية كلها فيه أنا على الصبح الصبح أربع حبات الباجلة هاي هناك حاميات غير هماجة بليز بليز I need you come here what's your name شمسة حلفي والله شمسة والله قرب الله تج شمسة where did you find this name you know I don't know والله I don't know I didn't know here in UAE name very nice not only you have hello yes. خلي ولي هذا come here you have princess name thank you والله say thank you for your family I will yes I will. Thank you so you much you have very famous name okay now what we repeat what we ordered. Okay, so starter portion, Texas salad, halloumi and kale salad, halloumi bites, buttered cauliflower, patatas bravas, and then main course, two shrimp with lemon butter sauce, white rice on the side, and steak takoyaki. Thank you, Shamsa. You're welcome. Do you know where that they call Shamsa when it's coming big? Oh, but when she was, she's young. Shamus. What does Shamus mean? Meaning small Shamsa. Small Shamsa. Wallah. Wallah. To me, I think I'm still small Shamsa, no? Me Shamus. سبحان الله هالمطعم اللي نحن فيه يعني مميز إلى أبعد حدود، خلدوا أنا ما نطري لكم الأكل ولا نطري الأسامي. لو لي اسمها شمسة ورضينا لا حول ولا قوة، لو إني حاتتيني نقمة. زين؟ لكن الحين هذه شو اسمها أم شيخة. How do you find this name? It's my husband who designed for the name. We actually had a friend, her name is Sheikha. Uh-huh. But before we met her, my husband already thought that we'll name her. Your Sheikha. Friend, she's her name yes, Sheikha. Yes. From here. What, from which family? Al Nawais. Nawais, yeah. Nawais are one of the very famous families. They very nice. They are local people and they are very good people. Very kind. Man or woman, all very of them kind. Is very yeah. kind. Yes. Very special people. Thank you. Wallah, they are. But now, your daughter, she's Sheikha. Yeah. You are Sheikha. And your husband? Abu Sheikha. علومك. علومك بعد. ايه؟ بالعافية. الله يعافيك. لا، بالعافية لا. نحن عليكم بالعافية. عليكم بالعافية. إيه عليكم بالعافية. عليكم بالعافية. أيوة. يا مرحبا أبو شيخ. مرحبا. الله يعين تحرون قوم تروحه. كل القوم تروحه. أو إني يسوي دايت إن شاء الله. عليك. لف الدنيا كلها. ما خلى شيء ما لف. أراني ما أسمع. ها؟ يا رك الله بسم الله عليك حتى ما تشتهي العيشة. ما تشتهي العيشة أبدا بسم الله عليك الرحمن الرحيم. متريج في اليمني السعيد راح مطعم اليمني السعيد اللي في بني ياس كان مقلقل من الصبح قلقل ما أدري مقلقل قال لي. هي والله من الصبح حتى ما عيبني ابني وايد. حاطين فيه بيض ما ادري شو ني ما ادري شو قال طلعوا ها هاي قنجه ما شلوا هاي ثلاث انفار طالت اعماركم وصلنا بيت حياه ورثه حياه عبد الجليل الفهيم وهذا طيب هلال بن محمد مرحبا محمد بن هلال خالد بن هلال الجميل الوسيم الفنان اللي خرب على ولي والتالي يو خلادي يو الخلدي ما يبي يصد حافظ على الزين حافظ على ابو هلال
بعض الله بعض العيال والأحفاد وعيال الأخوان وعيال الأخ والدم واللحم والرحم. هاي الكلام من شيخ ومن عشيري ومن معالي وسعادة وكل هالعرب هذا كل هالعرب هذا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. شوي بنصير نصور نحن هالدم كلام عشان الحاضرين جماعة وأهلية ودم ودعم ونسب وصدقان وخلان. الله يغفر الزايد ويغفر حياة عبد الجليل ويحافظ عيالهم ويحافظ الكل من حضر قدر ووصل يبارك ويهني في هالعرس الجميل. الفنان عرس فنان جميل فنان ماشي شراته عرس العرس الخفيف يسمونه العرس ما بعرس بتعب يعني عرس أهلي يروحهم صدقانهم الدم واللحم والرحم إذا كل المدعوين هذا تقولهم كلهم أهلية ما فيهم حد غريب. هذا خالد هذا وحمد هذا نسيب هذا الدنيا مطرجة وهلال بن محمد البحر البحر باكر البحر البحر باكر ما شاء الله محمد بن هلال خالد بن هلال وعيسى بن عبد الجليل صدقان ما شاء الله والخلان يحفظهم ما شاء الله تبارك الرحمن. ما حد من هالي يتم ما حضر هذا الربع على فكرة هذا اللي موجودين الربع حضروا والربع لو يحضرون النص بيت كبرى ما يضم بيت كبرى ما يضم. ما شاء الله ضيفك وايدين كلهم اشكال شيوخيه اخاف عند اسم وانسى اسم وحد ينقمني لا ما حد اول بادي عبي خوز هذا زين هذا هب البشت الابيض الجميل هذا الشيخ عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي ابو المعرس لا له لقب اي الشيخ الاخضر الاخضر هذا الشيخ زين هذا وهذا المعرس هذا عمر بن عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي زين وهذا الشيخ عبد الله بن علي بن راشد النعيمي نعم محمد بن عبد الجليل فهيم ما شاء الله الحسن صار بيصل خلاص بيبدا بيحشوا وها كلهم عيالهم ما شاء الله هاي كلهم ابوي هاي كلهم حد من ما شاء الله ايه الله يحفظهم ابو محمد نعم كم مره تغير هالميراث لا كم مره تغير يعني كفرات وكديكورات ولا ما من هاك الايام هذا جديد هذا جديد لكن قبل القبلي هناك الاولي هذا الشيخ الحسن هنا الحسن بن علي بن راشد اتصل منه ما شاء الله وياخذ وقت هذا لين يصير يتمسح ويصلي طوح هالعمان كله ماخذ منه ما شاء الله زين ابو محمد نعم هالذوقه في اغنوه هذا كل هالتركيب كله فاطمه بنت عبد الجليل ما شاء الله فاطمه بنت عبد الجليل محمد البهيم حرم الاستاذ الفاضل الغالي ياسر بن محمد بن سعيد بن احمد بن خلف بن خديه ام محمد سيده اعمال وناجح بارك الله فيها راعي الديكور راعي الذوق رفيع سوت ما قبل الثمانينات وقبل أنا في أمراض كثيرة
شقق والناس راحة. عياله الحين انا كل انا وربعي كلنا نعرف نعم انا بنعرف المتابعين نعم. هاي عياله وين؟ عياله شباب العين من مدينه شباب. العين انت براد عياله البحر البريه بريه اين براد على عمرك يا ابو عيونك بداك بالودي خطر عليك تاكلني يا ابو الله اكبر اي والله يا الحب اشكر فنك زين نعم. واللي يباكم كيف يطلبكم يطلبنا على 050 ايه خايب يطلبكم شو يطلب 050 قبل ايه صفر فرقة شباب العين ايه وقبل صفر خمسة صفر قبل هم ما شيء قبل صفر خمسة صفر ولا سيدي ما شيء شوف انت زين وقيادة 521 ايه 212 ما اقول عنك شيء انتو خبرني عاد حين عيون هالجمهور ما شاء الله الغفير هاي منو هالشباب الفنانين هذيلا كلهم عيال يعتبروا شوف انت نعم ربيناهم على الفن اشكر فنك شاهد الله اللي ما يطرب عن شيء اشكر فنان نعم اهم شيء الطربان اهي نعم يطرب الواحد هينا. ويطلع اللي في قلبه واللي في خاطره اهي نعم هم استوت الدنيا هذه هي نعم هذا ما قاعد يغب بدون لا ابدا ابدا نعم شاهد الله اكبر نعيم نعم نعم تشعد وتحث يا الله لا تخبرنا بالله ما يتشاهد يا الله ما يتشاهد الا الزين الطيب الحمد لله فنان الله اكبر الله يحفظك يا ابو الوليد ويخليك ظخر كم مره ثاني الرقم بلا عليك 050 521 2102 حروس حروس الله يعزك يا ابو الوليد تسلم حبيبي هذا الطلب ابوي واللي بحجزهم يجي قبل الحشر بعشر نعم ابي يوم باكر نعم العرس والختام في يوم واحد ما يستوي لازم قبل الحشر بعشر عشر نعم اي نعم لازم تشرطون عليهم فرقه كامله ولا النص ايوه صح ترى فرق بين الفرقه يوم كامله ويوم اليوم شو اليوم شو نص الفرقه اليوم النص يوم كامله يوم كامله 80 شخص 80 تنتهي اليدرات الله وكيلكم يا الله واللي مايلين بينين غصبا عليه لازم اسال اقول انت منو انا الحين خالد اسماعيل العفو من وين اسال اقول من وين يا حرام قابوس من بلاد قابوس ايوه انت قابوس حب بلاد قابوس كذي كل بلاد قابوس يحبونه عافيه ايلس شاك ابو احمد كيف حالك انا اقول شو بدي يقول لك متروس عنده دولات حاتي زين 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 يعني الحين هو ما هز في المهد ماله متأكد منو أكبر أنا ولا أنت صلاح حمار جاي أكيد لا يقولك يبقى شاي حمر جبت حمر 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 شاي حمر هذا عارف حد صلى المغرب وحد بيصلي الحين المغرب والعشاء جمع قصر حبيب عريس أيوة شو ده هادو ها شاي وايف صلاح هذا شاي حق منو حق صلاح تمام صلاح منو هذا؟ أنا طه أفا أنا هبطاها عيسى عيسى وزيني واحد واحد
كل واحد واحد لا واحد واحد وشيت هذاك طه وانا عيسى عيسى هذاك في المغرب ايه ايه صلاح عيسى عبد الجليل ثانيين ماجنجا وفلوس فلوس ريج ما ايوه ما عيد متى لا لا يوم هذا ما شيء انت كنت شيء انت يا رب المناشر ما شاء الله على القرنيش وغادي محمد مطر بنقرونه يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا تولهنا عليك يا ريال الله يبارك فيك يحفظك ان شاء الله حمدان عيسى بن محمد بن عبد الجليل فهيم كيف حالك؟ والله الحمد لله تصرفك رقم واحد؟ نعم ان شاء الله رقم واحد شفت صلاح؟ صلاح نعم انا شفته كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله تصرف حالك شو هباع يا الفضيحة؟ حاسبين في معاريس انت باع باع حوالي حوالي باقي هي وين؟ محمد شو سالفة الحديث هذا؟ ها؟ شو سالفة؟ حضارات هي بين العمانية واليابانية وما بين علاقات نسب كيف؟ كيف؟ نسب السلطان تيمور نعم السلطان قابل السود الثاني إيه لسيد إيه لس ما يبنش لا لا من بعد لا هذا حقا أصورك ويا العرب تزوج يابانية وعندها بنت بنت اسمها السيدة بثينة بن تيمور موجودة لحد الحين السلطان تيمور بن فيصل يد السلطان قابل السلطان هيثم متزوج يابانية فاحنا أنساب من زمان يعني ايوه لكن هني شوف انت تلاقت القارات تلاقت القارات سبحان الله سبحان الله الامارات قارات والحضارات في الامارات بلاد الحضارات شوف انت بلاد الترحيب بلاد الكرم بلاد مرحبا 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 فرحنا بشوفك يا ابو احمد ما شاء الله عليك قاضي جميل وفنان وزاد زينك على القاره العمانيه زادت في الزين على قاره اليابان ايضا هي التخليل وايد الله يبارك فيك تتكلم عربي كامل هي دريبه شفت كيف العلاقه بيننا وبين طبعا بيننا كل حمد تاريخي سبحان الله مره ثانيه كيف العلاقه بالله عليك نعم سوينا مره ثانيه هي 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 علاقاتنا مع اليابان علاقه قديمه وايد كيف لكن ايضا غير عن هالعلاقه هي ايضا علاقه نسب نعم بين بين الاسره الحاكمه العمانية واليابان إيه؟ السلطان تيمور بن فيصل تزوج حرمة يابانية إيه؟ ويابنها السيدة أبو ثينب التيمور نعم بدك السلطان هيثم الله يطول عمره والسلطان قابوس الله يرحمه نعم عمتهم السيدة أبو ثينب التيمور سبحان الله من اليابان من اليابان أمها يابانية أم أبو ثينب التيمور موجودة صحيح؟ انزين وأنت الحين شو عرفت بهالأمور كلها؟ أنا يا أبو محمد الأمور معروفة ولكن أحب دائما أقرأ أيضا في كتب التاريخ فالعلاقة قديمة وما شاء الله علينا اللي عيبني أنا إسماعيل الزدقالي من شباب عمان المجتهدين بارك الله فيك صار صار المهم طالت أعماركم الحين لازم تعرفون أبو أحمد من الشباب الباحثين في شؤون التاريخ وثقافة عنده ما توجد عنده درس قدم دكتوراه في مجال العلاقات العمانية الهندية وأنا تخصصي اقتصاديات حوض المحيط الهندي لك والبانيان هم البانيان عادة جزء من شبكة العلاقات التجارية المنطقة كلها لكن لا يعرفون المتابعين أني أنا وأنت تجمعنا علاقة قوة وصداقة قديمة من أنت إنسان شخص لك من أكثر من 20 سنة يعني معزة ومودة وأنت دائما الإنسان لو يبتعد عنك يحبك يعني سبحان الله يعني إنسان محبوب صاحب من قبل الجميع يمكن هو هذا الشيء اللي خلى التواصل كثير متابعينك يزدادون يوم بعد يوم ريال عن يوتيوب صاحب والف صاحب مخالف لكن ضحك وتسوي يعني وتنشر حياتك ان شاء الله حاضرين حاضرين يا مرحبا اسمعني حياك الله يا نايس تو ميت يو مان عاد ميتو الله يحفظك تسلم على محمد وسلم على الوالد وسلم على ام محمد والله ما خصلك حد وعلى الجميع انت انسان غالي عندنا وعزيز الحين اخوه يا ابو محمد زمان طويل الاخوه طبعا ما بين علاقه صداقه وقوه ومستمره وتزداد يوم بعد يوم بارك الله الحمد لله يتقدم ضيف عزيز غالي صلاح بن احمد بن عبد الله الخالدي اولى جلسات الاجتماع المغلق حيث أنه يروي العشاء الفاخر مع الأسرة وأنسابهم بالدنيا كلها سبحان الله اصبر لا تكون
ابيت بيتين على حواك انا على هذا بيت تبي ايوه صلاح وين تبي تجلس؟ هذا هني لا هني ما ها مع شيوخ وهذا هذاك هاك مع التيار هاك مع العامية انت وين تبي؟ انت وين تبي تجلس؟ هذا انت وين تبي تطاي طاولة التيار ولا هذا هاي ما هاي طاولة التيار كل التيار حويني بروح عامية خلاص ما شيء ما شيء عاديين كل التيار حبيبي نسير نسوي لنا طاولة خارج عند الباب احفظكم ان شاء الله طال عمرك الشيخ نبي نصور صلاح وياك يلا صلاح صلاح 1 2 3 زين صلاح زين الله اكبر هذا ابو المعرس ضيع هذا وين بابي ما يعرف هذا هو اللي يعرف العربي يا الله الحين بسوي لهم تليفون يا طارت اعماركم نحن عندنا ضيف شو سوينا من هالخمس فروش هالخمس فروش الطيب اللي غير المونه خمس فروش لا صار ولا استوى غير المونه طريقته ومكوناته من هل حط عطني الرابط مال خمس فروش زين احب احطكم الرابط مال الطريقه والمكونات على اليوتيوب استخدمناه قبل اسبوع اظني و ده والله قبل شهرين ثلاثه خادمينه وهذا الحين كل يوم يوم حد يجينا ضيف غالي خدمناه الخمس فروش الخمس فروش من خصائص الخمس فروش انه يخدم لرد الطرش يخدم للمعرس يخدم للشيخ يخدم للوجيه يخدم للولد الكديد يكد على هله ما يخدم للي باطنه درام ما عرفنا طعم الاكل تعال كل شيء يوز له هالي يبلع كل شيء لا لا خمس فروش ده ناس وبلاد الاصليه طلعت اماكن الخمس فروش البحرين والكويت والدمام بلاد الاصل البحرين اولا ومن ثم قطر البحرين وقطر والدمام والكويت قطر يخدمون العقيري والخمس فروش لكن اكثر شيء البحرين البحرين هم هل بالخمس فروش ولا والعقيري وهذا طرح اعمالكم الخمس فروش الفنان نفس صبت وشغل هل البحرين هاي الخدمه زين بنحط لكم الرابط بنحط لكم مقطع ومقطعين والباقي دخلوا عاد على اليوتيوب وكملوا الحلقه انتم عيبكم شيء عجب لا صار ولا استوى معلم لم يتجاوز عمره 13 سنة درويش بن كرم رحمة الله عليه ولد في أبوظبي عام 1919 وعاش طفولته في البحر والغوص وبعمر 12 سنة انتقل لدبي للدراسة ورجع أبوظبي بعد سنة وبدأ في مهنة التدريس وبعدها أسس أول مدرسة مبناية من الطابوق في أبوظبي واشتهرت باسم مدرسة درويش اهتمت هذه المدرسة بتعليم أصحاب الدخل المحدود وكان تركيز التعليم فيها على اللغة العربية والدراسات الإسلامية والرياضيات وبالإضافة لعمله كمدرس اشتغل درويش بن كرم في ديوان مشيخة أبوظبي وكان مسؤول عن المراسلات الرسمية إلى شركات النفط والإشراف على تسجيل النفط الصادر من جزيرة داس وكانت أيضا من مهامه إصدار الجوازات ودفع رواتب الشرطة خبروني في التعليقات عن شخصيات تبوني أتكلم عنها